السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحيانا بنحس بضعف وخمول وكسل بعد ما تقعد مع شخص معين، فبعدها بتحس بضيق وتوتر وتقل على صدرك وإحساس فظيع جدا. ففي ناس بتمتص الطاقة بتاعتنا، بتخليك مش قادر تفعل أي حاجة، مش قادر إن أنت تتحرك من مكانك. كل اللي مسيطر عليك إحساس بالتعب والضيق والتوتر. إذا كنت بتحس بالحاجات دي لازم تعرف إنك كده بتفقد طاقتك. عايزين نعرف مين هم مصاصو الطاقة، مين هم اللي بيمصوا الطاقة بتاعتنا. أول حاجة اللي بيجعلك تخاف منه، الشخص ده بيسرق طاقتك. أحيانا بيبقى الآباء، الأمهات، الأزواج، الأصدقاء، الإخوات، الأبناء. تاني شخص اللي بيخليك في حالة قلق من السؤال والاستجواب، ده شخص برضو بيسرق طاقتك وبيخليك مش طبيعي. تالت حاجة اللي بيطلب الاهتمام والعطف ويحملك مسؤولية وضعه، يعني انت السبب في ان هو وصل للحالة دي، ده برضو بيسرق طاقتك بشكل فظيع. سادس نوع، لا أسفة، رابع نوع اللي بيتمسكن. طبعا عارفين احنا الشخصيات دي، بيحب يكسر خاطرك وبرضو هتلاقيه سرق طاقتك. الغامض اللي بيجعلك تفكر انت كده زعلته، طب هو كده ممكن يكون زعل، هو تعبيراته مش مفهومة، يعني هو تعبيراته بالنسبة لك مش مفهومة، بس بيخليك انت تشغل نفسك بفترة زمنية طويلة جدا جدا، ده بيسرق طاقتك وبرضو لازم تبعد عنه في أقرب وقت. اللي بيخليك في وضع استعداد علشان تدافع عن نفسك، اللي هو انت رايح وانت عارف ان هو اسئلته مش لطيفة، اسلوبه مش كويس، فانت رايح وانت متأهل ان انت هتدافع عن نفسك ورأيك، ده بيسرق طاقتك. طيب ازاي نتعرف عليهم علشان ما نقعش فيهم؟ هنلاقيهم بيحبوا الدراما وبيعظموا الامور قوي، تلاقي موضوع تافه تلاقيه عاملينه كبير جدا، بيتطفلوا على حياتك وحياة الناس ومفيش عندهم حاجة اسمها خصوصية. هتلاقيهم تلات ارباع الوقت بيشتكوا وبيتضايقوا من اهلهم ومن الناس ومن ازواجهم، من شغلهم، من حياتهم، طول الوقت او اغلب الوقت عندهم بيشتكوا، عندهم الالحاح ده فظيع. يعني انا مش جاي معاك المشوار دوت، يا اتصل بيك كتير عشان اقصب عليك انك تيجي، اعرف الناس دي وابعد عنها عشان تريح نفسك. مش عارفين كلمة لا، مش مناسبني، ازاي مش مناسبك؟ لا، ما ينفعش، ما يبقاش حاجة مش مناسباكي ومناسبانا وندخل في كلام طويل جدا. فلازم ان انت تقطع الموضوع ده من اوله، اول ما تلاقي الموضوع دخل في ان انت هيمتص طاقتك وهتبقى متضايق بعد المكالمة، شكرا والسلام عليكم، وتقفل على طول. طيب ادينا عرفنا احنا نعرفهم ازاي بقى نحمي نفسنا منهم. طبعا نقلل من وقت الجلوس معاهم جدا، اصلا هم ممكن يكونوا زي ما قلنا الاباء او الابناء او الام او الاخوات او اقارب او الازواج مثلا، اللي هو ما ينفعش ان انا اقطع علاقتي بيه تماما، فالمفروض ان احنا نقلل من وقت الجلوس معاهم. نتعلم مهارة الحوار معاهم، ازاي نعرف ان احنا نخليهم يسكتوا وازاي نغير الموضوع اللي هم ماسكيننا فيه علشان نحافظ على طاقتنا، ما نخليهمش يأثروا علينا. يعني انت مقرر وعارف ان الصح ان انا مش هروح المشوار الفلاني، مش هاكل الاكلة الفلانية، ما تخليهوش ابدا يأثر عليك. ما تتكسفش من كلمة لا، او ان انت تقول انا عايز الحاجة دي او انا الحاجة دي مش لازماني، ما تتكسفش ابدا. ما تشاركهمش الانتقاد او التذمر في شخص معين، ان هم يفضلوا ينتقدوا شخص معين قدامك، ما تشاركهمش في الحكاية دي حتى لو انت شايف ان هم على صح، لان انت كده بتقويهم وبتدعمهم وهتلاقي الكلام تسلل ليك وفجأة حسيت ان انت بدون طاقة وحسيت بالاجهاد والتعب. اذا كان بالامكان ان انت تبعد عنهم وتبعدهم عن حياتك، هو ده أفضل طريقة علشان تتخلص من مصاصي الطاقة. شكرا
ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.